ليلة عظيمة القدر كثيرة الخير، هي أعظم الليالي وأزكاها عند الله عز وجل، ويتنافس الأخيار لإدراكها. إنها ليلة القدر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنزل الله سورة كاملة بشأنها، ينال المسلم فيها من الخير والأجر ما لا يناله في غيرها من الليالي. فمن أراد إدراكها فليتحراها في العشر الأخير من رمضان بالاجتهاد في الطاعة والإكثار فيها من الدعاء وسؤال الله عز وجل العافية. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.